يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الدعاء للميت عند المقبرة أو عند قبره؟ ما حكم الدعاء للميت؟ للميت نعم، لا بأس، هذا مطلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على القبر ودعا له، وأمر الصحابة أن يدعوا، ادعوا استغفروا لأخيكم. الدعاء للميت عند قبره هذا مشروع، وإذا مررت بالمقابر تسلم عليهم وتدعو لهم، تدعو لهم أو تدعوهم، افهم الفرق بين تدعوهم أو تدعو لهم. نعم، لأنهم بحاجة إلى الدعاء، هم بحاجة إلى دعائك. نعم، أما أنت فهم لا يملكون لك شيئا. نعم، أما هم فلا يملكون لك شيئا. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يجوز رفع اليدين عند الدعاء للميت؟ نعم، لا بأس. الأصل في الدعاء أنهم ترفع به الأيدي، إلا ما ورد أن الرسول دعا ولم يرفع يديه. نعم.